راديو شو تايم صح جبتكم جديد تسمعوا في شمس فهم ان شاء الله ديما وين انتوما وين احنا تحياتنا لكم الناس الكل ان شاء الله توصلوا سلامات وين انتوما ماشيين ان شاء الله اثنيه زينه لكم الكل مرحبا بكم على البوند اف ام والا في انترنت على www.shamsfm.net دونك نحكيوا على المسلسلات دونك نحكيوا على مسلسل تفرجوا فيه على القناه الوطنيه الاولى مسلسل الجبل الاحمر دونك نحكيوا اكثر عليه فرحان باستقبالهم بحضنا عزيز بي اهلا وسهلا صح جبتك شريبتكم صفا صحه لاباس الحمد لله مرحبا بك بحضنا في شمس فهم كيف كيف حكيم بالكحله اهلا وسهلا مرحبا عايشك سوي ميرسي بوكو على الانفيتاسيون مرحبا باللي يسمعوا فينا في اذاعه شمس فهم كل مرحبا بكم ان شاء الله رمضانكم مبروك في ال 12 يوم في 13 اليوم معنا 13 يوم الاولين كيفاش كيفاش رمضان يتعبكم ولا عزيز سا ديبون سا ديبون كانك صايم ولا فطر كان صايم يتعبك كان فطرك ما يتعبك كالعاده معناها باهي يتعبك حكيم احنا خاطر نصبحوا نرقدوا مع 6 7 نقوموا قبل الاذان بساعه واضح باهي مرحبا بكم نحكيوا على انا صايم حبيت تعمل كونكليزون كيكا انا صايم كل مش تاخذ كل باهي دونك نحكيوا على الجبل الاحمر شو الفيدباك بعد 13 يوم عزيز والله ديزيكو جاونا معناتها بوزيتيف لو فيدباك الكل بريسك بوزيتيف فما كلكو معناتها عباد كتبوا على الفيسبوك ولا على الانستغرام اللي فما اللي ما عجبوش فما اللي يقول لك مانيش فاهم المسلسل مي جينيرالمون الى حد الان معناتها جاونا دي فيدباك بوزيتيف بوزيتيف حكيم كيف كيف ولا فما حاجات اخرى فما اي بون هو ما فما حتى مسلسل نجم يعجب توانس الكل فما اللي عاجبهم مسلسل جبل الاحمر فما اللي لا مي معناها فما عباد تعمل في نقد بناء اللي هو نجم احنا يزيدنا ونصلحوا به في الاعمال الجاي وفما الفيدباك باهين ونشوفوا هذا الكل في الشارع معناها من خلال العباد كي نخرجوا ويسألوا على المسلسل نديم خرج من الحبس ولا شكون قتل سامر عباد تبع معناها حلقه بحلقه في المسلسل معناتها فما معناتها المسلسل مش كيما الحلقات الاولى كيما الحلقات اللي بعد معناتها اليوم في اول الحلقات فما ناس ما فهمتش معناتها قالتش بي معناتها ما فهمناش ما فماش اعاده معناتها اليوم ما يمكن اللي قلق اكثر ما فماش اعاده اكثر منه ما فهموش معناتها اليوم اسكو الاعاده مهمه ولا عزيز معناتها سورتو معناتها في مسلسل درامي اليوم نحكيوا على مسلسل اللي قاعد ينستالي بالحلقه بالحلقه سورتو في الحلقات الاولى هي رئيس بتيتر استراتيجي تاع التلفزه الوطنيه بتاتر غلطه اللي فيها انا على خاطر مش كيما عمناول مثلا ولا وت عمناول كانت فما كورونا في رمضان والناس تقعد تتفرج في المسلسل معناتها ما عندها وين تمشي كيما توا تحط المسلسل مخر شويه يتسمى بعض الاخبار دونك الناس اللي يخرج يمشي القهوه واللي يمشي يقضي واللي يمشي يحوس ولا يمشي حتى حوايج العيد فما بيتشري من توا معناتها في حوايج العيد دونك ترسينا احنا قعدت حاطينا في اون بوزيسيون اللي برشا عباد تبعث لك حتى معناتها دي ميساج على الفيسبوك بربي وين نجموا نلقاو الاعاده وهذا نجم احنا معناتها نحكيوا على العمل احنا على خدمتنا تنجم تضرنا شويه اللي مش برشا عباد تفرجت سورتو معناتها بالحق ما فماش اعاده معناها وناس تلوم على الوطنيه من باب المحبه معناها اي بالباب مش معناتها مش بالحاجه الخايبه لا بروف اما المشكله فيش اللي هنايا ولاو لي سيت بيراتي هما اللي هبطوا في الحلقات دونك توا العباد حتى اللي تفركس في الاعاده ولا تلقى في لي سيت بيراتي يلقاو في مانيش قاعدين نعملوا في الببليسيتي بور لي سيت هذوما لكن ما لقاوش شنو دخل التيرناتيف معناتها باش يتفرجوا في الحلقات اللي فاتت جوستومون معناتها الناس قاعده تلقى في التيرناتيف اخر معناها كيما قلت به دونك نحكي اللي ما نشجعوش عليه راهو جوستومون ما نشجعوش عليه بيراتاج معناتها بيراتاج حاجه بلاجيا معناتها برشا حاجات اللي سرقه اون فان كونت سرقه الناس قاعده سورتو كي يبدا العمل مازال يلعب جوستومون به اليوم معناتها حكيم كي نحكيوا على الجبل الاحمر معناتها فما بين اللحوم الشعبيه الاجواء هذيك الكل شنو الناس كيفاش راتوا سورتو معناها مع دورك انت معناتها اللي موجود بالدوره ذاك في 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 الجبل الاحمر حكيم معناتها اليوم كيفاش تقبلت الناس كيفاش معناتها خذيت المسلسل كيفاش قبلته والله انا ديرنيرمون معناها سافي دو جور مشيت قعدت مع ولاد الجبل الاحمر زيدا معناها عندي برشا اصحابي غاديك قعدت معاهم ولي فيدباك معناها من ولاد الحوم الشعبيه هذوما الكل اللي شافوا رواحهم الحقيقه في المسلسل وشافوا الروح نتاع الحوم نتاعهم وشافوا في كي تسخن الحومه شنو يصير
وكل كل واحد راه روحه في شخصيه معناها. فما في جبل الاحمر وفي اي حومه شعبيه فما فما الزوالي وفما اللي تلقاه يخدم عند شكون لابس عليه وفما اللي لابس عليه فما الرابور فما الشعراء فما برشا اصناف معناها في في جبل الاحمر وكل واحد وين شاف روحه في في المسلسل معناها. ما فما حتى نحكي في الجبل الاحمر فما حتى واحد قال لي شبيه هذاك عمل لك هكا ولا شبيه ولا ماناش نحن هكاك ولا ولا قاعدين تحكيوا على حومه اخرى اللي في الباك الكل باهين وفي الاخر وسيلة فيكسيون معناها احنا خذينا عينه معينه معناها في قاعدين تريتيو فيها فما برشا دكا اخرين ما حكيناش عليهم في المسلسل ما خذينا ديريكسيون خدمنا فيها وهذاك هو معناها ردود الافعال من اولاد الحوم اللي نحن قاعدين نمسوا فيهم كلهم معناها يشوفوا في رواحهم في المسلسل. اي جوستومون باهي عزيز دور نديم معناتها اليوم ما يشبه لكش نديم جمله ولا يشبه لي يشبه لي فاش يشبه لي في ما تعطيت منه برشا من الباسي نتاعي اون فيت فهمت من لا لا نحكي على الكوتي مثلا تاع انا صغير كل الشيطان في الليسي مثلا خذيت من الكوتي هذاك معناتها وجماميوس معناتها الحقيقه نلعب في الدور جماميوس جوتونت معناتها نشوف وعملت اون ريشيرش عليه خاطر سي ان رول دو كومبوزيسيون ماهوش ان رول معناتها جوست باش كيما الادوار الاخرى اللي جاتني دونك جماميوس شخت فيه لعبت فيه بالكدا عملت به كيف الرول معناتها عطيته من روحي برشا. توافق العباد اللي يقولوا دور نديم العزيز بي دور حياته او لا؟ لا فما اصوات تقول هكا معناها فما نقله وي فما نقله خاطر ما بين الدور اللي شافوني فيه في تاج الحاضره مع سامي الفهري اللي نوجه له التحيه داير اللي هو اول واحد عطاني الفرصه باش نظهر للجمهور دور كلاسيك يعني الاخر سي ان رول دانتربريتاسيون معناتها انتربريتي لو رول دو كلكان اللي هو شنو يقولوا دور حياته راهو حتى التو انت مع الجماعة اي برشا اصوات يقولوا معناتها اليوم دور نديم هو دور حياة عزيز بي الحاضر اللي هو الدور هو البطولة المطلقة فيه فما برشا من عزيز هو مسؤولية البيت ويشوف فهمت هذا دور معناها ما يشبه نظر معاه معناها سيف كامل ويحضر وفي الريشيرش وكل شيء دونك حتى لليوم هو اكثر دور ينجم ينفع عزيز في كاريره معناها راي ناس كل برشا ناس معناتها يقول لا انا اللي تعبني اكثر الحقيقة هو دور في تاج الحاضرة اكثر من الدور هذا علاش على خاطر تاج الحاضر معناتها تاخو انتربريتي ان بيرسوناج اللي هو من 1800 ووقتها و47 وكيفاش الريشيرش نتاعو ما تعرفش ديجا الجيستوال نتاعو كيفاش كيفاش يتكلم كيفاش يحكي كيفاش الخدمه خاطر وقتها يافي با كيما توا لغه سيتويان اي سيتويانتي سيتي دي سوجي رعيه كيفاش كان يتعامل معاها يتعامل مع مثلا مع العسكر ولا مع الجيش يقول هذوكم اولادي تونس الكل اولاده دونك سي سي كيما البو وولده وينجم يكون هو غلط المشكله فاش ينجم يكون هو زاد غلط اي لكن بالنسبه لك انت زوز غامضين ولا معناتها حتى نادر ما مو جوك موش نديم نديم قلت نادر سمعتني لا عملت عليه ريشيرش كيما تحتاج الحاضرة عملت عليه ريشيرش بتتر هذا اكثر نضج فيه على خاطر تاج الحاضرة ما عنديش وقت اكسبيريونس بالكل معناتها الحقيقة ما عنديش اكسبيريونس وتعاملت معاها معناتها باكثر ريشيرش على التاريخ نتاع احمد بي وقتها لكن دور نديم هو اللي لقيت فيه اكثر راحه الحقيقه ولقيت روحي مسيب اكثر وعندي مساحه اكثر المخرج عطاني مساحه اكثر ونجمت نجيب عملت ريشيرش زاده على المشكله النفسيه اللي عنده اللي الصراع الداخلي اللي عنده اللي فركس في امه دونك سي تري امبورطون للبيرسوناج وان شاء الله نكون نجحت فيه معناتها مو دابري لي فيدباك نجحت فيه الدور ما نعرفش عجب الناس الكل ولا لا من لي ميساج اللي جاوني دي ميساج بوزيتيف وانا فرحان برشا لي بالرول هذايا وفرحان باللي خدمت مع صاحبي وخويا ربيع تكيلي تحية الربيع حكيم معناتها اليوم كان نقول لك تعطيني نقطة قوة ونقطة ضعف للجبل الأحمر شو نجمو يكونوا المسلسل ايه نقطة القوة هي لا سوليداريتي نتاع ليكيب الحقيقة معناها اللي كنا
كل واحد يرى في المشروع نتاعو معناتها توس دي بورتور دو بروجي معناها وهاو معناها حاضرين كل حتى نهار اللي ما نصوروش رانا نحضروا ونعاونوا حتى بجيب لي هذيك وعمل هذيك معناها فهمت كنا تبنيتوا المشروع يعني تبنينا المشروع نقطة ضعف مانيش نعرف نقطة ضعف في المسلسل عندك نقطة ضعف ليه مسلسل الحقيقة متكامل اعطيني نقطة قوة عزيز نقطة القوة هي المحبة بخلاف هي بيدا معناها نفس ليه المحبة دون كيل سونس راهو المحبة معناتها كي تلقى انت عندك معناتها جروب مأمن بفكرة مأمن بمشروع ويخدموا عليه بوندون من رمضان عام ناول والفكرة موجودة من 2017 ولا 2018 معناتها ما تنجم تكون كان فرحان كي تخلص الريزولتا هذايا اي سورتو كي تدخل معناتها للتلفزة الوطنية مش اي تلفزة معناتها قبلت العمل هذايا راهي فما لجنة قراءات واكسيتيرا دونك ما نجم نكونوا كان فرحانين دو ان وفخورين دو اي ثوازيامون نشكروا زادة التلفزة الوطنية اللي عطات ثقة في دي جون مرة هذي ورينا احنا اللي نجم نكونوا معناتها في المستوى اللي هما كانوا طالبين وظهر لي احنا عملنا حاجه اللي تجم تقول نقله نوعيه في تاريخ الدراما بتاع تونس من ناحيه من ناحيه الاخراج من ناحيه السرد الاحداث من ناحيه الخرافه بيدها هو كي انا عبد يعرضني يقول لي الحلقه الاولى والثانيه ما فهمت شيء ديجا هنا احنا وصلنا لحاجه كبيره على خطر احنا نيتنا هي النية نتاعنا انه الحلقة الاولى والحلقة الثانية متبوح بحتى سر ترى تسلسل احداث ما متبوح لك بحتى سر على خطر من بعد تبدأ تفهم بشوية بشوية ابغى تعمل لي فلاش باك واضح به اليوم كيفاش كان التعامل مع مخرج العمل ربيع التكيلي معناتها اليوم مخرج لينو نجاحات قبل معناتها مش اول مرة معناتها موجود استالي موجود في الدراما التونسية مش السنة كيفاش كان التعامل حكيم انا الحقيقة حبيت في ربيع لوكوتي انه خدمة وصحاب خاطر انا واحد من الناس معناها حب ما قلت ديجا قبل حبيت على دور معين وحكيت معاه فيه خاطر حسيته هو معناها حسيته الدور هذاك قال لي حكيم راو انا ما ريتكش فيه وماكش بتاخذ الدور هذاك وراني ريتك في الدور هذا وباش تخدم الدور انا والدور اللي حبيت عليه حبيت ماركيكو ماركيكو حبيت دور ماركيكو وحكيت معاه فيه وقال لي ما ريتكش في دور ماركيكو ريتك في دور عاصم اوروزمون داير سينو راه ما تصورش لاكس انا ويك ما تصورش اوروزمون على الاخر خاطر انا بالحق احسن شوى عملوا ربيع لي حطني انا في دور عاصم ياسر دور حسيته ونعيش فيه قاعد وياسر شخط على الغموض اللي فيه ودور ماهوش ساهل وما نحبش الحاجه ساهله بطبيعتي معناتها اكثر لي زاكس نتاعك مع السياري مع سي سياري وسي كيفاش كان التعامل مع 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 نجوم كبار كيما السياري وفتحي الهداوي انا نشهدهم بالتواضع اللي كان فيهم معناها تعاملوا معايا ممثل لممثل ند للند معناها كي وقفت قدام فتحي الهداوي الحقيقه شدني ترا كبير معناها رهبه تاخ معناها انا نعرفوا صفات هداوي في الدنيا واصحاب اما كي تاخ قدام فتحي الهداوي الممثل ترا عبد اخر معناها ما تقف تشوف الكارير وتشوف القامه الكبيره تقول ش عندي باش نعمل معناها تو لينيرجي سورتو اي لا جينيروزيتي نتاع اي لا معناها لي تري جينيرو ونبرف وقبل وينصحني ومع بعضنا معناها فهمت ما فماش كلي انا فاتح الهدي باي برف وتو بعد يجي قدامي تو نقول لك كيفاش لا نبرفوا مع بعضنا ونحضروها سيكونس كيما يلزم ويقول لي حكيم كان تعمل هكا توا في المومون هذا خير ويعطيني هكا دي هكا ملاحظات والحمد لله معناها ونشكرهم الكل معناها على التواضع نتاعهم قداش نسبه رضاك على عاصم حكيم بارابور المسلسل انا كيف اي انت كيف شفته كيف شفت روحك قاعد نقيم روحي اي قاعد روحك ما كملتها نقيم 7/10 وين مشاو ثلاثه نقاط الاخرين ثلاثة نقاط الاخرين خاطر ديما الممثل ولا انا معناها بيرسونيلمون عمري ما نكون راضي 100% على اللي نعمله خاطر ديما كل ما تتفرج ترى روحك وترى شنو كنت نجم تزيد تعمل وحتى سيكونس تعودها 5 مرات تتفرج فيها المرة الخامسة تفيق برشا حاجات وديما وذاك هو الممثل ديما يحب يعمل ما خير وما يرضاش باللي يخدم فيه معناها ديما تقول ديما يحب يعمل حاجة ما أحسن ديما حتى كي يعمل حاجة العبيد الكل تقول ليه ما فميش خير منها هو ديما يراها خير منها عزيز قداش نسبة رضاك على نديم أنا ما عنديش حد
انا فرحان به ساعة وما نجمش نعطي نسبة، الجمهور هو اللي يعطي نسبة، ما نجمش نقول. كي شفت روحك مثلا تقول والله لا عجبتني على الاخر، لا لا كيكا انا فرحان به دون مانيير انكرويابل، معناتها معناتها فوق التسعين، فوق التسعين اما ما نجمش خذ يقول لك غرور هذا. دونك انا نحكي سي حاجه بيرسونيل، ما نجمش نجي نقول راني انا معناتها راضي عليه 100%، لكن 90% راضي عليه، راضي عليه البيرسوناج وفرحان به على الاخر زيد به. دونك حسب ربي شرف ليا برشا برشا البيرسوناج هذاك اللي خدمته الحقيقه معناتها. بكري كنت باش تقول لي شنو فاش شبه لك، مشينا الموضوع اخر. بون يشبه لي في الفيت تعطيته لو كوتي تاع الجيستوال وكل الضحكه الخفيفه وكل التنوميس هكا شويه كل هذاك هزيته غادي معناتها. كيفاش كان الديو مع نصر الدين معناتها بارتنير؟ الحقيقه نصر الدين ساعه اللي تري جينيرو في الخدمه نتاعو، تري بروفيسيونيل، يعاوني برشا، نحكيو مع بعضنا كل سيكونس معناتها نعطيو معنا فيها عباره كيما نقولوا اخر سيكونس لازمنا ذيك كل يوم فرد فرد حكايه، وصورنا برشا مع بعض قربوا لبعضهم برشا قبل التورناج معناها من الصباح الليل مع بعضهم وما همش يبرفوا يعرفوا في بعضهم وقربوا برشا لبعضهم هذا اللي يخليهم نمشي ونجي ونحكيو معناتها نمشي ونجي ونحكي ونحكيو حتى على اللي الكاركتير تاع البيرسوناج كيفاش باش يخرج كيفاش باش نحكي وكيفاش باش منين نوفا ناخذوا شويه هكا الانسبيراسيون كذا. دونك فوالا الخدمة مع نصر الدين حلوة برشا الحقيقة معناتها، وفرحان برشا اللي خدمت معاه، وزاد يشرف ليا اللي أنا خدمت مع ممثل ومخرج معناتها. والغلطة عندك فرقة كاسكيت عنده زلقة فرقة عندك زوز مخرجي اي اي يعني قلت لك معناها هو عنده لي دو كاسكيت معناها كاسكيت الممثل وكاسكيت المخرج. اليوم مع المخرج ربيع تكيالي كيقول مسلسل جبل الأحمر تظلم تظلم من نسب المشاهدة، معناتها اليوم كي يخرج ويقول معناها راهو يقول لك راهو نسب مشاهدة ما تعرفوش بها ورانا احنا ماناش في المرتبة التاسعة تظلم من نسب الآراء معناها. اي نسب المشاهدة اي نسب الآراء، نسب الآراء تعمل اون موفيز معناتها. شوف كيفاش تنجم معناتها احنا ماناش نشكوا في عمل سوسن ولا الأعمال الأخرى، احنا جوست شككنا شوية في حكاية انه يجي بعد النشرة الجوية، معناتها مسلسل تعب ناس زادة بوندون معناتها عام بريسك، من بعد يقول لك راك جيت بعد كذا، ما نتصورش معناتها انا معناتها مسلسل بقيمه جبل الاحمر يعمل 400,000 معناتها شويه سي ان بو تيري باغ لو شوفو معناتها. هذا معناها يقول معناها لي بوب احنا كي معناها نتبعوا ونشوفوا ونتفرجوا الحلقه الرابعه ولا الخامسه نحسبوا فيهم بين البارتي الاولى والثانيه خلطوا 18 بوب اللي هما ما كانوش في الحلقات اللي قبل. كيفاش مستشار باش يحط فلوسه في مسلسل ما يتفرجوش فيه معناها اي لكن نعرفوا الناس الكل ان المستشار يتبع نسب المشاهده راه شنو معناتها يتبع الاستاتستيك اي هو ديجا معناها المستشارين كل نعرفوا معناها كل ثلاثه ايام يعملوا ميزاجور في دونك هما بعد ما هبطوا مالك كيفاش تفسر العباد في الشارع يحكيوا معناتها فهمت شنو كيفاش انا نفسر 100 و200 مساج يوصلوا لي من عند العباد. كيفاش تفسر العباد اللي في الشارع تمشي معناتها كيوسك عطار خضار تمشي تقضي اسمع اش عمل البيبي تاع شكون معناتها الناس تسال فيك ودي كيستيون كذا. دونك ما تنجمش هذايا تكون معناتها العباد مش قاعده تتبع راهو هذايا الكل لا معناتها قال هو ربيع ونعاودوا نحط احنا راهو خلي يخدموا على رواحهم ماناش هذا مشكلتنا مع صب الاراء. اما زاد ما تحطنيش في معناتها فما كيفاش قاعدين يحسبوا فيهم كلموك انت مره صب الاراء ربي انا مره ما كلموني كلموك انت الشامبيوناج يعملوا شامبيوناج ما ادك كيفاش احنا هاو في داري مثلا احنا نتلموا قرابه 17 ولا 20 واحد لنهار ضرب تليفون هاو من اول رمضان لتو ماذا هذا هو معناتها كيفاش تحسب فيها انت كيفاش تحسب فيها كيفاش قيمت 800,000 ولا 500,000 ولا مليون كيفاش قيمت البرا مو عندهم دي كوموند اللي ينزل على القناه الوقت الفلاني كذا واحنا مانيش في البرايم تايم ديجا احنا جينا بعد شويه بعد ظلموا الأخبار. ظلموا الوقت هذاك مظلوم فسرت لك بالله عليك مش كيما كان فما كوفيد الناس تروح للدار كوفر في 7 ولا 6 ما عادش تنجم تخرج تقعد دونك تتبع في اش فما في القنوات الكل كيما توا العباد ساعه الحمد لله هو يا ربي الناس تخرج تمشي للقهوه وكذا وكذا الناس ما تعادش الجو رمضان رجع التونسي للتراديسيون نتاعو القديمه يمشي يعمل قهوه يمشي يلعب تروح كارتا يمشي يقضي كذا معناتها ما عادش تنجم انت تحصر التونسي بمسلسل ماهوش معقول معناتها فهمت دونك حطوا في وقت ولا عملوا اعاده زاد اعاده اخي العباد ساعات في القايله مثلا تلقاه مقيل ولا حاجه يروح من الخدمه يحطوا عاود يحطوا المسلسل اي جوستومون بعد عامين كورونا ما انت رجعنا لعادتنا انه نمشي للقهوه اللي يمشي للتراويح اللي كل واحد وين كل واحد وين يمشي كل واحد وين يمشي به. اليوم
مدام بحذايا معناتها زوز نجوم من الجبل الاحمر، معناتها اليوم شنو ردكم على الانتقادات اللي تجيكم من ارمستا، من العربي المازني، اولاد الجبل الاحمر؟ معناتها اليوم شنو ردكم على الانتقادات هذه او النقد هذا اللي يجي من ارمستا، اللي يقول مثلا فيه انه راه فما فنانين من الجبل الاحمر، محمد علي الاسمر وغيره. معنا شارك محمد علي الاسمر معنا، شارك غنى معنا في حلقة من الحلقات، شارك معنا ونقد حتى الجينيريك صوت يسرى محنوش. يسرى محنوش مش احنا باش نقدموها، معناتها فنانة كبيرة، فنانة عربية، معناتها ماش نحكيو على ما نعرفش شنيا، هو معناتها رايو راهو، هو رايو في الماء، هو رايو، هو بدل رايو راهو في الاخر، معناها فهم الحكاية وحكي معنا الكل. انا حكيت معاه شخصين وحكي معاه زادة ارمستا، هذا ارمستا فسرني له وفهمني من له ردة فعل عادية، معناها اي انسان يغير على حومته واحنا زادة نغيروا على المشروع اللي نخدموا فيه. كونسيرنو ارمستا معناها المشكل تحل، وكونسيرنو عربي المازني معناها قال لازم يكون وراه عربي. لا لا لا، عربي ما قال بعد، ما تكلم بعض وقال اللي هو معناتها احكي انه مش هذيك بتتر من الاول احكي هكا بانفعال. وبعد هو عربي المازني حس روحه انه هو ولد الجبل الاحمر، وهو معناتها ساعة قبل ما يكون موجود في المسلسل، هو ساعة قبل ما يكون ولد الجبل الاحمر هو فنان وفنان كبير عندي انا عربي المازني، ورينا شو عمل في تاج الحاضرة وخذ احسن معناتها ممثل العام هذاك، هو ما يشكوش في قدراته، ولكن هنا اختيارات تاع المخرج معناتها مش معناتها معناتها المخرج هو في الاخر هو يختار معناتها، وبتدرك ما راهش في معناتها في احد الادوار. لو 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 عزيز بي في تاج الحاضرة وانت عندك صلة وقرابة من البيت وما كنتش في الدورة ذاك، تتقلق وقتها؟ لا انا وقتها ما حبيتش نخدم، انا اقترحت عبيد اخرين، اقترحت عبيد اخرين، وبعد حكيت مع سامي قال لي علاش بوركوا با تجرب. عملت مع صادق حلويس وقتها، قعدت مجاله تحية انفورماسيون معاه دو 3 موا وقتها، ومع سوسن بعد زاد كيف كيف، وقعدت نخدم عليه الدور. وبعد كي دابري معناتها سامي سيبون حاضر، بديت نصور مع الاكيب وظالي الدور اديته، معناتها ما كانش بيانسويد معناتها عجب عباد وما عجبش عباد اخرين، هذيك حاجه اخرى. لكن الدور هذاك نتاع تاج الحاضره ما يشبهليش بالكل، معناتها ما عندي بيه حتى سيله أبار انه انا لقبي بي، معناتها الباقي الكل كيفاش يتعاملوا كيفاش واحد، معناتها تصورني انا قوم الصباح نتغش على العباد نقول مهبول ولا قاعد هكا في كرسي ما تجيش واضح به. ان شاء الله حظ موفق ان توكا للجبل الاحمر، مسلسل قاعدين يتابعوا فيه التوانسه الكل، ان شاء الله حظ موفق لهم الكل. شكون اللي هز الجبل الاحمر على كتافه حكيم؟ الكل الحقيقة أنا ديجا قلت أهم حاجة هي سوليداريتي، معناها بالحق، معناها من المخرج للجماعة الريجي للأسيستانا للأكيب إيماج لكلنا، معناها يد واحدة، تضحيات كبيرة بالحق صارت بالحق، معناها ممثلين الكل ما حسبناهاش، معناها بلغتنا نحن ما حسبناهاش، نخدموا عطينا المشروع يوصل ويكمل ويمس العباد، وذكا اللي نشوفوا فيه صار. ودخلنا في تشالنج كبير، لو بدينا لو دو جانفي عندنا معناتها بريسك رمضان كما يقولوا غدوة، دونك بدينا لو دو جانفي نصوروا كمان في رمضان. أيه معناتها عملنا فورسينغ، دوز ايكيب تخدم، ايكيب فيها ربيع وايكيب فيها مروة. ربيع كان مقسوم بين دوز ايكيب يمشي ويجي منها، معناتها خدمة كبيرة صارت، واحنا معناتها فرحانين بهذي، هذا اللي فرحانين بالريزولتا اللي راهو حلمتنا تحققت فينا الماء، وخضرية حلمة كانت وكفنا عليها وختمناها بمحبة الحقيقة، وذيك كله صدق راهو منا ومعناتها من وقتنا وحبيناه البروجي. علاش تقولوا عليها حلمة؟ معناتها اليوم عمل درامي حلمة؟ احنا كلنا حلمة خاطر بالحق مش من حتى شيء، ما كنا نشوفوا فيها بعيدة برشا في شوية وقت معناها، وبالمناسبة هذه وهو بجنبي بالحق من أهم العباد اللي كان مش هما ينجم يكون ما يتخدمش السناج بل الأحمر، اللي هو بحذية عزيز باي بالحق، وقف برشا على المشروع، وقف برشا على الأمور القانونية والوراق، ويقوم الصباح ويمشي، وإحنا تقانا معناه مشيرة الأخرى اللي كيب تكتب، وهو اللي تلهي برشا حاجات معناه ويعطيه الصحة. ومعنا شهير تكيلي زادة، شهير تكيلي بالحق من عطاء من صحته، طارق المدب، طارق المدب
الحقيقة كيف كيف أحمد خموري، عزمي سعيد، مجد بغيم، مروة بن جميع، فاطمة بن صالح، حمزة قروي، معناتها سونز اكسيبسيون، ما نحبش ننسى اسامي، نزيد نسمي باش ننساش عباد أخرين، راهو ليكيب الكل سوليدير وباش وصل المشروع هذايا ذر في التلفزة. الحمد لله توا قاعد يتعدى وشيخين وعاملين كيف جوستومون. تحية للكيب الكل اللي خدمت في الجبل الأحمر. معناتها اليوم كان حاضر بحذايا أحد نجوم الجبل الأحمر محمد سياري، وقال إنه فما مشاهد تحذفت من المسلسل من قبل التلفزة الوطنية، يعني صور حاجات وما لقاهمش من بعديك في تنحى في مونتاج ثاني، معناتها بعد المونتاج الأولاني في البوست برودي تابع المسلسل، مونتاج ثاني يصير في التلفزة الوطنية. هذه تعتبر صنصرة للعمل مع أم ضد عزيز؟ والله شوف، كان جاء المسلسل فيه مشاهد خايبة ولا ما تعديش، نفهم علاش تصير صنصرة، لكن كان فما مشاهد ما فيها مثلا كما خضر حكيه العبيد بالأول قالوا عنف فيه برشا عنف، وعنف مش مبرر، وعنف فما فرق ما بين الفيولونس وبين الأكسيون، لازم تكون فهمت شنو، أما كل واحد في شقرة السن. أنا والله ضد معناتها السانسرة الحقيقة، ضد خاطر تنجم تأثر حتى حكيم. على فهمين الأحداث معناها تنجم أنت سيكونس تمشي سيكونس في آخر 5 سكوند أنت يريد حاجة ما عجبتكش قصيد 5 سكوند هذوكم اللي هما باش يحلوا لك أكس آخر جملة، بعد يتحل الأكس الآخر وتقعد تقول هذا منين جاي ولا شكون ولا ما حكينيش عليه. وشفناها في دو سيكونس بون، من بعد الحمد لله باللي فلاش باك بالواحد صلحنا في الحلقة اللي من بعد معناتها معناتها فما حاجات معناتها اللي ما تفهمتش معناتها بالمونتاج هذا، مي صلحنا، نجمنا نصلحوا خاطر الخرافه بتبيعتها عنا لي فلاش باك، نجموا معناتها كان فما ساعات حاجه تجي ماهيش قصولك عزيز، قصولك حاجات لا ظهر لي لا حكيم انا ما تنحاو دي سيكونس مش تقصوا في المونتاج معناتها سيكونس كامله تنحات فهمت ما اي ما فما فرق انه معناه راهو يتنحى في البوست دو برود نتاع المسلسل من المخرج من الفاليداسيون نتاع المخرج، انه تتنحى من بعد معناه حتى المخرج نجم يتفاجئ من بعد حاجه ما في بالوش بها تنحات معناه هنا هذاك لازم نثبتوا هنايا نثبتوا في لي كونترا نتاعنا كي نعملوا لي كونترا اسكو نخلي اسكو يولي نجم ينحي لك ولا لا. انا مرش اختار الوطنيه عندها معناها السيناريو معناتها السيناريو كله عنده قراته معناتها بيرو يقراو معناها اي مو لجنه تعدل اللجنه اللجنه وافقت عليه، علاش توافق عليه وبعد معناها تنحي منه حاجات مهمين في الاحداث كان جاو حاجات ما يضروش. دونك المنافس لجبل الاحمر هو الفلوجه، تتفرجوا في الفلوجه ولا نتفرجوا؟ المنافس مش فرد وقت، مش فرد وقت ولا معناتها المنافسه مش في الوقت، منافسه في الاعمال الدراميه معناتها سنين نلقاو زوز اعمال بركه ريل مو مش منافسه هي ديجا من اول نهار كنا كلمنا بعضنا وهنينا بعضنا وربيع كلم سوسن اي منافسه شريفه هذه فهمت شريفه على منافس صحاب ديجا احنا البارح مع محمد مراد بعضنا زوز معناتها ما تنجمش تكون صحاب احنا نخدموا بعضنا. شنو رايكم في الفلوجه عزيز وحكيم؟ انا ما تفرجتش برشا الحقيقه، اما الحلقات اللي تفرجت فيهم توا ما تعمل متميز. انا الحقيقه معناها من نهار الاول قلت اللي معناها لازم نوريه المشاكل اللي تنجم تكون في الليسيات، وخلي لي بارون يعرفوا شنو ينجم صغيرك شنو ينجم يكون معرض واللي واليوم سوسن لا كونفيرمي الكلام هذا الكل حلقه البارح سامحني اي جوستو شنو معناها ورات اللي ورات شنو المساج فينا المول شنو تحب توصل فما توعويه فما برشا حاجات حلقه البارح هاي صحيح معناها حلقه البارح لقيت وهبطت عليها ديجا انا البارح و الحقيقه ورات الاغلاط العباد نقدت نتصور معناها بعد البارح فما حتى حد ينجم يزيد يتكلم هذا دليل انه ما نتسرعوش معناتها اليوم كي تتسرع في الاراء نتاعك من الحلقه الاولى الثانيه الثالثه راهو مشكله كبيره معناها اسمه مسلسل هو تضرب عمل كامل خليه يتفرج يتفرج استمتع بالفرج علاش ديريكت النقد تاك تاك هذا درا شنو وذا يضر وهذا بشوي خلصتوا من النقد في جبل الاحمر ولا ما جاناش نقد كبيره واحنا بون ابارك العبيد اللي ركبوا عليها الحكايه اون فيت يكتب لك واحد كومونتير راني انا ما فهمتش سان في با دير كو راهو المسلسل ما تفهمش علي انت ما فهمتوش اللي نديم وليم اخوات من الحلقه الاولى ظل مفهوم الحكايه ظاهره ماهوش مفهوم اللي هو يفركس في امه خليتهم في المترو ما هي مفهوم لا مفهوم ماهوش مفهومه اللي عبد الملك عطاها ثروته الفوزي
واضحه تعارك هو ولده ظاهر فما مشكله ما بين الاولاد في العائله هذيك باش تتحكي لانستالاسيون معناتها شنو وين فما وين فما الحاجه اللي ماهيش مفهوم ما يفهموا دارك ويفهموا مسلسلات اخرى البر وما يفهموش جبل الاحمر واضح به دونك فلوجه جبل الاحمر بربي تصور جبل الاحمر جاي في نتفليكس وخدمه مخرج واخر وراو العباد تحكي عليه ليه ومش نورمال نضويو على البراني تونس ايش معنى معناتها العمل كي يجينا من برا نفرحوا اكثر من حاجه ليه معناتها بارديفو معناها نشوفوا حاجه من برا وقلت ريت الجبل الاحمر كان جاي اسمه مونتاني روج راني كل تفرج فيه وراو مش نورمال وصحيت اما خاطر الجبل الاحمر راو والله بارديفو نحبوا ننقل معناتها فيه تو لي زانغريديون اللي باش تجي كيما نقولوا ماكله بنينه كيما نقولوا وفيها فوق هذايا مخرج معناتها يعرف ايش قاعد يعمل واربع سنين يحضر في البروجي نتاعو شنو فيها الماكلة البنينة نتاع جبل الأحمر نحكي معناتها الكاستينج مدير التصوير الستيل نتاع الإخراج كيفاش يخرف في المسلسل الخرافة كيفاش قاعدة تتحط معناتها كل شيء معناتها يدل أنه الجبل الأحمر باش يكون مسلسل ناجح والعباد اللي تفرجت معناتها هي زاد المراوعة اللي كومنتير راو دي كومنتير معناتها بوزيتيف ما تعليش وين فما الحاجة اللي مشيتش ما فماش حتى عمل ما الناس ما تنقدوش ميسالش انقد اما مش تنقد باش تحطم اي جوستومون ان شاء الله ان توكا حظ موفق معناتها مازالوا الحلقات قداش باش تكون الحلقة 20 حلقة دونك متواصلة متواصل جبل الاحمر على القناة الوطنية الأولى عزيز بي نحب نشكرك برشا على تلبية الدعوة شو تقول للناس اللي تبع في نديم وتحبك تبع فيك شنو تقول لهم نقول لهم زيدوا تفرجوا في الجبل مش كنديم اجبل اجبل حكيم نخلي الكلمه ختام شو تقول للناس اللي تبع فيك وتحب تزيد انا نقول لهم معناها توا 12 حلقه تعديوا من المسلسل توا باش يبدا جبل الاحمر معناها جبل الاحمر هذا الكل قاعدين نسخنوا معناها توا 7 حلقات ولا 8 اللي قعدوا هما اللي باش يكون فيهم معناها الجري الريتم شقوى برشا والاحداث اريد قديش فما احداث في كلهم باش يتصبوا توا يتسارعوا وتبعوا المسلسل راهو وحاولوا ركزوا زاد شويه خاطر على طريقه المونتاج الجديده وكل وكهو هذا هو شكرا حليم حكيم بالكحله كيف كيف تحيلي شكرا عزيز بي احنا مكملين بعضنا في راديو شو تايم حتى لل11 متاع الليل تحياتنا لكم ناس الكل ما تبدلوش الموجه اقعدوا ديما على شمس فام ديما وانتم وين احنا